في الحقيقة من بين الملفات اللي تأثرت أيضا يا جمانة بثورة أو ما قبل ثورة 30/6 وأثناء فترة حكم الجماعة الإرهابية لمصر هو ملف السياسة الخارجية ودور مصر الإقليمي والدولي الذي تراجع كثيرا أثناء هذه الفترة الظلامية من عمر الوطن. لكن كانت ثورة 30 يونيو سبب رئيسي في تعزيز ثقل مصر إقليميا ودوليا وعودة مصر وبقوة إلى الأشقاء العرب، إلى الأشقاء الأفارقة أيضا، إلى دورها المحوري الإقليمي. وكان السبب الرئيسي في ذلك ربما السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف كانت السياسة ملف السياسة الخارجية المصرية ما قبل ثورة 30 من يونيو وكيف أصبحت ما بعد ثورة 30 من يونيو؟ ربما الذي يجيب على هذا التساؤل سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. من صباح على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. سعادة السفير، يمكن 30 يونيو كانت نقطة تحول أكيدة ورئيسية في ملف السياسة الخارجية، كيف تحولت السياسة الخارجية؟ بداية اسمح لي أن أنا أتوجه بالتهنئة لمصر وللأمة العربية بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، وفي ذات الوقت نحيي ذكرى شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والبوليس ومن المواطنين المصريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تنجح هذه الثورة وأن تستمر. صحيح. الفترة من نهاية ديسمبر 2010 وحتى 30 يونيو 2013 كانت فترة مضطربة في داخل مصر ومضطربة على المستوى العربي، وأتاحت أو فتحت الباب على مصراعيه لتدخلات أجنبية وتدخلات إقليمية. وللأسف الشديد إن جماعات الإسلام السياسي كانت أداة هذه التدخلات، وفي مصر الصورة كانت أكثر بشاعة. وبالتالي السياسة الخارجية المصرية عكست الاضطراب الداخلي. وعندما جاءت الجماعة إلى الحكم في يونيو 2012، سنة من 2012 ل 2013، السياسة الخارجية المصرية تعرضت إلى هزة عنيفة كادت أن تخرجها عن الهوية الوطنية والثوابت الوطنية والقومية لتلك السياسة، وأصبحت الدولة في مهب الريح، لأن الجماعة كانت تريد الاستيلاء على الدولة وأن تختزل الدولة في الجماعة وفي مبادئ الجماعة وكذلك السياسة الخارجية المصرية. وبالفعل رأينا كيف إن التوجهات الخارجية لمصر في هذه الفترة من يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013، رأينا كيف إنه التحركات المصرية في الخارج بدأت تثير علامات استفهام كثيرة، بحيث إحنا اللي مارسنا العمل الدبلوماسي كنا في صدمة. مش دي السياسة الخارجية اللي بتعكس المصالح المصرية ولا بتعكس الدور المصري في المنطقة. وهدي لحضرتك مثال بسيط عشان أوضح كنا ماشيين في أي اتجاه خلال هذا العام القاتم. طلب من القوات المسلحة أن تقوم بتدريب الجيش السوري الحر، والجيش السوري الحر أساسا هو كان أداة من أدوات التدخل الأجنبي والتدخل الإقليمي
لهدم الدولة الوطنية. فالجيش المصري جيش الوطن رفض وقال إنه مصر لا تتورط في مثل هذه الأعمال. كانت السياسة الخارجية المصرية إن كان ممكن نقول إن كان في هذا العام في سياسة خارجية للدولة الوطنية في مصر، إنه كانت أصبحت هذه السياسة الخارجية تابعة لتوجهات قوى ودول أخرى في الإقليم، بمعنى إن السياسة الخارجية المصرية في هذا العام فقدت استقلاليتها وبدأت تعتمد على مبادئ الجماعة. مبادئ الجماعة في غاية الخطورة، لأنها لا تعترف بالوطن أساسا لا تعترف بالوطن، ثم هي جماعة لها أزرع في الخارج. فكان السياسة الخارجية لجماعة الإخوان المسلمين وليس السياسة الخارجية لمصر. ثورة 30 يونيو في جوهرها هي استعادة الدولة الوطنية. الشعب المصري بغض النظر عن انتماءاته السياسية وانتماءاته الطائفية والمذهبية، الشعب المصري بيؤمن بالدولة الوطنية، والدولة الوطنية هي بالنسبة له فوق أي انتماء. فثورة 30 يونيو انفجرت لأن الشعب المصري شعر أن هذه الدولة اللي اتبنت على مدى أقول قرنين من الزمان، بل ممكن في مؤرخين يقولوا قبل هذا، لكن منذ 1805 أن هذه الدولة كانت تضيع منه، فهب المصريون لاستعادة هذه الدولة، وبالتالي ده انعكس على توجهات السياسة الخارجية المصرية، وعادت السياسة الخارجية المصرية مرة أخرى سياسة خارجية تستند على ثوابت وطنية وثوابت قومية. يعني ما هي المعايير والقواعد والأسس التي ارتكزت عليها السياسة المصرية الخارجية بعد ثورة 30 يونيو؟ السياسة الخارجية المصرية لها دوائر ولها ثوابت ولها مبادئ بتسير عليها. بالنسبة للدوائر، أهم دائرة بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية الدائرة العربية، ثم تأتي الدائرة الأفريقية. ديت الدائرة العربية والدائرة الأفريقية تمثلان المصالح الحيوية لمصر، وهم اللي بيجسدوا الأمن القومي المصري، فدي بالنسبة للدوائر. فخلال الثمان سنوات الماضية أو منذ ثورة يونيو 2013 وحتى الآن، عدنا إلى هذه إلى الدائرتين. وإذا راجعنا تحركات الدولة وتحركات السيد الرئيس، الزيارات الخارجية التي قام بها السيد الرئيس، فهنجد أنه أكبر عدد ممكن من الزيارات التي تمت خلال السنوات الماضية كان في الدائرتين دول، أو في مناسبات ترتبط بصورة مباشرة بأحداث وبرامج وخطط في الدائرتين دول. مبادئ السياسة الخارجية المصرية مستمدة من مبادئ التعايش السلمي التي قامت مصر في مؤتمر باندونج في أبريل عام 1955 بصياغتها. أول مبدأ هو مبدأ تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. تاني مبدأ عدم التهديد باستخدام القوة أو استخدام القوة للحصول أو لتأمين المصالح الوطنية والقومية. ثالثا التعايش السلمي، مبدأ التعايش السلمي.
رابعا الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبميثاق جماعة الدول العربية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. الثوابت هي بتنبع من الضمير الوطني لمصر، لا تحالف مع أي قوة أجنبية، عدم التهديد باستخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى، ألا وهي الدفاع عن الحدود المصرية، ثم تعزيز دائما العمل على تعزيز العمل العربي المشترك والحيلولة أو الحيلولة دون أي تدخلات أجنبية أو إقليمية في الشأن العربي. مبادئ أصيلة للدبلوماسية المصرية، ولكن ربما أهم مبدأ وركيزة أساسية لدى الدبلوماسية المصرية هو عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية تحديدا واحترام إرادة شعب هذه الدول. لكن عاوزين نتحدث هنا ونعطي مثال لما حدث في مصر تحديدا في الدبلوماسية المصرية، وهنا أتحدث عن الدبلوماسية المصرية وأيضا الدبلوماسية الرئاسية لعودة مصر إلى قلب إفريقيا بعد أن تم تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي. هو اللي حصل في مصر في 30 يونيو 2013 العالم كله فشل في استيعابه. نعم. وزي ما حضرتك أشرت اتخذت قرارات لم تكن صائبة من جانب الاتحاد الأفريقي ومن جانب بعض الدول أو القوى الأجنبية، لكن مصر عادت بقوة. وبالنسبة للاتحاد الأفريقي وللسياسة الأفريقية لمصر، مصر طبعا كما تعلمون تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، والرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي كانت رئاسة نشطة للغاية، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والدائرة الأفريقية بتحتل مكانة متقدمة في التحركات الخارجية المصرية. فبالإضافة إلى الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تم انتخاب مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي، كما تم انتخاب مصر في مجلس الأمن لمدة عامين. كل هذا كان يعني عودة، يمثل عودة قوية للدبلوماسية المصرية وإعادة الحيوية في السياسة الخارجية المصرية. مصر بحكم دورها وبحكم الموقع والتاريخ كانت دائما لها سياسة خارجية نشطة جدا، سواء من حيث الأهداف التي تسعى لتحقيقها أو من حيث التحالفات التي تدخل فيها من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تتسق تماما مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. بكل وكما تأكيد الحقيقة أنه كمان الدولة المصرية لو لم تستطع أن تملك أدواتها وتملك مواردها وتستطع أن تحكم وتسيطر على الوضع بالداخل، ما كانش أبدا هيقدر نكتسب ثقة واحترام الآخرين، مثل ما شاهدنا بعد ثورة 30 يونيو زي الدولة المصرية قدرت تعزز من علاقتها إن كان مع الدول الإفريقية والعربية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. يعني شايفين تحركات قوية ونشاط مكوكي الحقيقة للعلاقات الخارجية والدبلوماسية المصرية مع الخارجية. نشكر حضرتك جزيل الشكر سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا. كل سنة وحضرتك طيب، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك سعادة السفير. مشاهدينا ما زالت التغطية مستمرة معكم في هذا اليوم العظيم، يوم 30 يونيو، ذكرى ثورة الشعب المصري، الذكرى 9. نعود الآن الآن فاصل سريع ثم نستكمل معكم التغطية وزملائي الأعزاء هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي.